تسمع شيء هلا؟ طيب شو بدنا نسمع اول شيء هلا هيك بدنا نقلع الحلقه؟ بدنا نقلع الحلقه. بدله للراحل ملحم بركات. اوكي. وللكبير ابو وديع. اوكي. بس عصيرة ابو وديع. ايه. لك على فكره بحبك كثير مثل ما بعرف انا، وبيجي بيحضرك بالروت ما هيك؟ مزبوط مره حضرني، واصلا محبتي يعني قد ما احكي عنه قليله صراحه، لانه الانسان يعني كمية التواضع اللي بعلمك إياها، بعلمك كيف يعني كيف تتواضع وحدا بيحجمه بموقعه، مش منطقي يعني، شيء بعدني لهلأ ما بستوعب 100%. فأكيد بوجه له تحية كتير كبيرة. هيدا الغالي كتير، لا يكرر أبو وديع أبدا. طيب رح نحكي نرجع على هذا الموضوع. ما رح نوقف. يا ليل بيصهرني بكلام كلام
الألف بيحيرني عيونه يا راح اكتر من كده يا حبيبي